سيادنا السلام عليكم. اليوم جبنا لكم واحد الطواجين ديال الدجاج بالزيتون مسلله بطريقه مراكشيه. بقى معنا كنشدو واحد شويه ديال البصله كنشلطوها بعد ما الزيت ديالنا سخن. بعد ما تسنينا ديك الصيبه تشحرنا على السيدي شدينا واحد الخضار درنا فيه كاع ديك التتبيله اللي خصنا نديرو اللي فيها الملحه فيها البزار فيها الخرقوم فيها الثومه شويه القزبور وشويه المعدنوس وشويه سكينجبير وشويه كنزيدو ديال العصير حامض من الزيتون كيبغى الحامض. كنحاولوا نزيدو الزيتون في نفس الوقت ديال الدجاج باش يطيب معاه باش داك الدجاج يعطي التبنيره ديالو. كنديرو شويه ديال التبزيره من الفوق كاع دوك لي زانغريديون اللي درنا خلطناهم ونخليو الطاجين يطيب على حقو طريقو بشويه واحد 45 دقيقه حتى ساعه على خاطر. بصحة والراحه.